أستاذة الفاضلة السيدة رئيسة الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ أولا بالشكر الجزيل والتحية والتقدير إلى الهيئات التي أسهمت في عقد هذا اللقاء الهام في موضوعه وفي ارتباطه بالسياق الذي نعيشه جميعا، وفي اختيار الموضوع الهام الذي تتئم حوله هذه الثلة وهذه النخبة من المفكرين والعلماء والباحثين في اختلاف أقطارهم يتداعوا للنقاش والتفكير معا حول هذا الموضوع الهام، حول أسئلة التعايش السلمي، خاصة في ظل المحن التي عادة ما توحد الناس وتجعلهم يتقاطعون ويلتئمون ويجتمعون حول ما يوحدهم، حول التحديات المشتركة التي تقابلهم. الحقيقة أن الموضوع الذي أحاول أن ألامسه خلال هذه السانحة ما يتيسر الوقت يتعلق أساساً بالتدبر والاعتبار باللحظة الراهنة التي تعيشها الإنسانية مجتمعة ويعيشها أتباع هذه الأديان التي نتحدث عنها، وكيف يمكن أن يستثمروا الفرص التي تتيحها للمستقبل لتعزيز قيم السلم والتعايش الإنساني والتعارف والعيش المشترك معاً، بل الإسهام جبهة واحدة في رفع التحديات المشتركة وفي مواجهة الأخطار المشتركة التي لا تفرق بينهم على أي أساس ديني أو ثقافي أو لغوي أو قومي أو هوياتي إلى غير ذلك. القرآن الكريم طبعا يدعو الناس إلى الاعتبار، والاعتبار مفهوم القرآن، الاعتبار هو النظر في الأحداث بعين تتجاوز النظر الظاهر فيها فيما يعتمل في ظاهرها إلى النفاذ إلى غاياتها ومقاصدها وما يمكن أن تفيد به هذه الأحداث، لذلك مفهوم العبر ومفهوم أسس عليه الفكر الإسلامي علمين جليلين هما علم فلسفة التاريخ وعلم اجتماع، وابن خلدون سمى كتابه العبر، أي كيفية الاستفادة من الأحداث الجارية للنظر في مآلاتها. هنالك فقه كامل كما هو معروف يسمى بفقه المآلات ينطلق من ذات المنظور، النظر في المآلات، في النتائج المتوقعة، في الغايات النهائية، في المقاصد الكلية، فيما وراء الحكم أو النازلة أو القضية إلى غايتها ومقاصدها وإلى إنتها. لذلك يطلب من الإنسان أن يقف في مثل هذه المواقف نظرة تدبر واعتبار بالحداثة الجارية، خاصة عندما يكون حدثا كبيرا في سعة جائحة كورونا التي لم تفرق بين الناس على أي أساس، لم تفرق بينهم على أساس اللغة أو اللون أو الدين، بل مثلت تحديا مشتركا للإنسانية كلها. لكن القرآن الكريم عندما يدعو الناس إلى الاعتبار هو يدعوهم إلى النظر في التاريخ، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أي الامتداد بالنظر إلى الماضي، إلى اللحظة التي تفصلنا عن بداية وجود الإنسان وبداية الحضارة. وفي نفس الوقت يطلب ذلك إلى الإنسان لينظر في الزمن الراهن كذلك، ويحاول أن يستخلص من واقعه من أحداث التي يمر بها ويرتاد المستقبل، أي عملية ارتياد المستقبل، أي النظر في تحدياته وفرصه، هي عملية شديدة الأهمية خاصة في اللحظات الاستثنائية التي يعرفها تاريخ الإنسان مثل اللحظة الراهنة. لحظة كورونا كانت فعلا من هذا المنظور، إذا حاولنا أن نمارس فضيلة التدبر ونعتبر بما يحدث الآن ونحاول من خلاله أن نستجلي معالم المستقبل، أن نرتاد المستقبل من خلال تحدياته وفرصه معا، يمكننا أن نستخلص دروسا كبيرة. أولها أن هذه الجائحة علمت الإنسانية كلها، أو أنها أعادت للاعتبار قيما كامنة في صلب الأديان التي نتحدث عنها، في صلب الرسالات السماوية، ومعروف أن التراث الأخلاقي في الرسالات السماوية هو تراث مشترك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأكارم الأخلاق، أي لأستكمل هذا البناء الأخلاقي الذي توالت على حمله الرسالات السابقة وجاء وتتابع به المرسلون. إتمام مكارم الأخلاق معناه أن هنالك معمارا قيميا وأخلاقيا مشتركا بين الرسالات السماوية كلها جاء الإسلام ليتممه، أن يبني على هذا الرصيد القيمي والأخلاقي فيه. فجائحة كورونا أولا عادت للاعتبار قيمة الجوهرية في الرسالات السماوية، تدعو فعلا هي من صلب قيم التعايش بين الناس، وهي قيمة التواضع،
جائحة كورونا عندما اجتاحت العالم اجتاحته على غير توقع من أحد، بل إننا في المرحلة التي سبقت كورونا مباشرة كانت بعض الاتجاهات العلموية أي المتطرفة في المجتمع الأكاديمي والعلمي كانت تبشر الإنسانية بنهاية عصر المرض، وأننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من نهاية المرض تماما، بل من حل مشكلة أصل الوجود الإنساني أو فكرة الروح وبالتالي التعامل مع الحياة والموت. وكان بعض العلمويين من هؤلاء يقولون بأننا بتنا على أعتاب مرحلة فك أصل الوجود الإنساني وإنهاء الموت نفسه. كان هذا الخطاب بدأ يتسيد المجتمع الأكاديمي لتأتي جائحة كورونا على غير توقع من أحد كما أسلفت وتواجه وتصدم الجميع. فالدرس الأكبر إذن هو درس التواضع في ادعاء القدرة على السيطرة على الحياة والإنسان والقدرة على التنبؤ عن مستقبلهما وإلى أين يمضيان. الإنسان ينبغي أن يعيد الاعتبار إلى القيمة الأساسية الكامنة في الدين، وهو أنه ليس سيدا على هذا الكون، هو سيد في الكون. صحيح أنه سيد فيه، سخرت له الكائنات كلها، مكن من أدوات التسخير التي من خلالها يستطيع أن يستفيد، أن يعمر الأرض، أن يبني الحضارة، أن يشيد العمران، لكنه ليس سيدا على العالم، لأن العالم له سيد آخر هو الذي يوجهه وعلى مقتضى حكمته وإرادته تمضي هذه الإنسانية ويمضي تاريخها. الدرس الثاني هو درس وحدة المصير الإنساني، أن الإنسانية في النهاية أسرة واحدة، وأن مصيرها مشترك، وأن أبناء هذه الأرض هم ركاب سفينة تمضي بهم جميعا، وأنهم في القضايا الأساسية لا فرق بينهم على أي أساس ديني أو لغوي. عندما نستعرض التحديات الكبرى التي تواجه الإنسانية اليوم سنجد أن الناس في التعرض لمخاطرها وآثارها، سواء المسيحي منهم أو المسلم أو البوذي أو غير ذلك، كلهم يواجهون مشكلات التوازن البيئي ومخاطر الخلل الإيكولوجي ومشكلات العبث بالإنسان ومشكلات الإلحاد والإجهاض ومشكلات وجاءت هذه الجائحة لتؤكد هذه القيمة، فهي لم تفرق بين الناس على أساس لتعلمهم أنهم ينبغي استمدادا من دياناتهم وثقافاتهم جميعا أن يتداعوا كأسرة واحدة للتعامل مع هذه المخاطر الماثلة التي تهددهم جميعا. الدرس الثالث الذي قدمته هذه الجائحة هو درس يتعلق، نعم أستاذي قل، أتمم أستاذي من فضلك أستاذي أتمم نعم أستسمح هناك من دخل فسمع نعم كأنه تكلم تفضل نعم أستاذي نستسمح منك تفضل لا أستاذي تفضل محمد. قلت الدرس الثالث درس يتعلق بمخاطر الفردانية، أن الإنسانية في العقود الأخيرة تهوي بشكل متسارع في وهدة الحياة الفردانية التي تقطعت معها أواصر التراحم بين الناس وأواصر القرابة بينهم، وتهددت بفعل ذلك مؤسسة الأسرة كمؤسسة ناظمة للوجود الإنساني ومنظمة للحياة الإنسانية ومؤسسة لتداول القيم بين الأجيال. تعرفون أنه في فرنسا وحدها قضى فترة الجائحة في الحجر الصحي منفردين حوالي 10 ملايين إنسان، قضوا كل هذه الأشهر من الحجر الصحي في عزلة لأنهم يعيشون وحدهم، وهذه الفئات تبدأ من الفتية والفتيات الصغار إلى كبار السن، لأن الأواصر الأسرية أواصر التراحم بين الناس تفككت. بينما وجد الناس في المجتمعات التي لا زال فيها منسوب التراحم والقيم الأسرية عاليا وجدوا السلوى والمحضنة والتضامن والتراحم في علاقاتهم الأسرية. عادت الجائحة الاعتبار للعلاقات الأسرية خاصة في مجتمعاتنا، بدأ الناس لأول مرة يدركون أهمية الأسرة وأهمية العيش مع الأسرة وأهمية إعطاء وقت أكبر للأبناء وللأسرة في هذه الظروف. الخلاصة التي أريد أن أصل إليها من خلال هذا أن كل ما في هذه المرحلة يدعو إلى النظر في الآفاق الجديدة في ارتياد مستقبل الإنسانية من خلال دروس الحاضر للاعتبار والارتياء ولانتهاز او لاستثمار هذه الفرص التي تتيح هذه اللحظه التاريخيه في المستقبل للاستفاده منها. اول هذه الدروس ان الانسان كائن مكرم، وقد بينت الجائحه مقدار خطوره المس بهذا المبدا. الانسان كائن مكرم باطلاق،
ليس على أي أساس، والقرآن الكريم واضح في ذلك عندما يقرر بأنه أن التكريم الإلهي موجه للإنسان مطلق الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ورفعنا وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من يعني من ما خلقنا تفضيلا، بمعنى أن التكريم يتجه إلى الإنسان مطلق الإنسان. وهذا التكريم للإنسان ينبغي أن يتحول إلى سياسات تعيد الاعتبار إلى أهمية العلم والمعرفة والبحث الطبي والتعليم ومواكبة هذا الكائن الإنساني بأسباب الكرامة. الفكرة الثانية أو القيمة الثانية التي يمكن أن تكون أفقا مستقبليا في هذه اللحظة هي فكرة العدالة، وهي في الإسلام قيمة عليا كما هو معروف. إذا كانت القيمة المرجعية العليا في الليبرالية هي الحرية، والقيمة الكبرى العليا في الاشتراكية هي المساواة، فإن الإسلام يقول بأن القيمة المرجعية العليا التي تعلو على كافة القيم الأخرى هي قيمة العدالة، أي العلاقة بين الناس على أساس العدل. هذه العدالة ينبغي أن تمس الجانب الصحي. نحن نشهد اليوم تسابقا محموما بين الدول والمؤسسات في البحث عن أسباب العلاج واللقاح لهذا الداء، لكننا نشتم منها مع الأسف الشديد تسابقا على المكاسب المادية والأرباح الطائلة التي تحققها هذه الشركات على حساب غير القادرين على البحث عن الحصول على اللقاح. ينبغي أن تكون هنالك عدالة في الوصول إلى أسباب اللقاح والدواء للناس جميعا، غنيهم وفقيرهم، من غير تمييز بينهم على هذا الأساس. هذا أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يعني أن تفتح الأفق المستقبلي للإنسانية، فيفكر أتباع الأديان جميعا كيف يمكن لهم أن يؤسسوا عقدا إنسانيا جديدا على علاقة انطلاقا من علاقة العدالة بين الناس في الصحة، في الاستفادة من نتائج البحث العلمي. ثم هنالك مبدأ مهم جدا أشار إليه الأستاذ الدكتور فاضل القبلي الذي تحدث إلينا من الإمارات عن مبدأ الأخوة الإنسانية، وأنا في الحقيقة أشيد بمستوى الوثيقة التي أشار إليها التي كان قد وقعها فضيلة شيخ الأزهر مع بابا الفاتيكان، وسميت بوثيقة الأخوة الإنسانية. أصلا اعتماد هذا المبدأ، مبدأ الأخوة الإنسانية باعتباره مبدأ ناظما للعلاقات الإنسانية اليوم، فكرة مهمة لأنها تذكر الناس بأصل الأخوة بينهم، أصل الأخوة الإنسانية، أن الناس جميعا لآدم وآدم التراب، وأن الناس جميعا مطالبون بأن يحيوا هذا المبدأ، مبدأ الأخوة في العلاقة ما بينهم، علاقة السلم التراحم والتعايش والعدالة وإعطاء الحقوق للناس والأخذ بيد الضعيف والفقير والمحتاج في العالم اليوم. هو الذي يلخص فكرة الأخوة، أو أن يعيش الناس كما قلت في البداية كأسرة إنسانية تواجه تحديات مشتركة. الخلاصة إذن أن اللحظة الراهنة بما تفتحه من آفاق للمستقبل هي لحظة تدبر وتأمل واعتبار بما فيها، وبما يمكن أن يستثمر من نتائجها ودروسها في المستقبل، سواء في فتح آفاق جديدة للعلاقة بين الناس أو في تدبير المشترك للمخاطر التي تواجههم. وهنا تأتي مسؤولية النخب العلمية، النخب الثقافية، والنخب الفكرية وغير ذلك، والنخب الدينية طبعا في الخطاب الديني، أن هنالك مضمونا قيميا كاملا في هذه الأديان كلها تؤكده الظروف الراهنة التي نمر منها جميعا، ينبغي استثماره لترسيخ قيم العيش المشترك بين الناس، لا فقط التعايش أو قبول كل واحد باختلافات الآخر، هذا مبدأ متجاوز، بل التعاون باعتبارنا أسرة إنسانية واحدة في مواجهة مخاطر مشتركة. وأختم بتذكيرنا جميعا بقصة بليغة في هذا السياق، يذكرها مولانا جلال الدين الرومي في كتابه المثنوي، عن وهي تلخص هذا الذي أريد أن أشير إليه. قصة تنافس أهل الهند وأهل أهل الصين وأهل الروم في النقش، وأن كل واحد من هذين الفريقين أخذ جدارا وتنافس فيه في نقش أجمل الصور على هذا الجدار. وبينما اهتم نقاش الصين بزخرفة الزخارف البديعة والأشكال الجميلة على هذا الجدار، اهتم نقاش الروم في الجدار المقابل بصقل الجدار ليكون لامعا شفافا وقابلا للانعكاس. وحينما أزيلت الحجب بين هذين الجدارين، أو بين هذين الثقافتين، أو بين هذين الدينين، أو المجموعتين البشريتين، أو المجموعتين، أو ما شئنا، كان انعكاس النقوش والزخارف في الجدار الذي صقله نقاش الروم أبدع وأجمل ما يكون حتى من النسخة الأصلية. هذه إشارة إلى أن
العيش المشترك يبرز في الناس أفضل ما فيه، ويمنح الإنسانية جميعا في حالها وفي مستقبلها أفضل نتائج وثمار جهدي واجتهادي وإبداع الاختلافات الموجودة في مجتمعاتها كلها. كل المجتمعات لها عبقريتها ولها ميراثها الثقافي والقيمي والأخلاقي، ونحن بحاجة إلى استثمار هذه الكنوز الموجودة في الثقافات المختلفة، القيم الدينية كما قلت المشتركة في الأديان لصالح الإنسان خاصة في مثل هذه الظروف. شكرا لكم.